بسم الله الرحمن الرحيم. توكل على الله. توكل على الله يا ابو عبد الله. روح يا رام، يا رام يلا. ما شاء الله لا قوة الا بالله، اذكروا الله وصلوا على النبي. يلا خذوا خذوا الطلعة الثانية بسرعة، الطلعة الثانية. ما شاء الله يا فتك، ما شاء الله يا فتك، احلى احلى بكذا. الله وصل على النبي، اذكروا الله وصلوا على النبي. ما شاء الله تبارك الله، قائد الفتك ابو ريم، اخونا ابو ريم، ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله، انا شباب شوف ما شاء الله تبارك الله يا سير. عندي يا وائل. ها اطلع هيلوكس، حط رجلك يا هيلوكس، والله العظيم تنسى كذا تحوس الدنيا يا هيلوكس. ارجع يسار يا هيلوكس، روح يسار. ان شاء الله عليك يا فورتشنر. يلا ابو خالد. يا سلام. متسوبيشي مع بعض، الولد وابوه. احلى يا فتك، ما شاء الله تبارك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لا شوف راح الباجيرو لا يرجع يكسر من هنا، يطلع من فوق ويرجع من ورا. طلع يا ابو خالد، ابو خالد. بدر يا مالكي، ابو خالد السيارة هذه توخر. ان شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. هذه تجربة السيفين. ارجع يسار يا فجي، يطلع يستهون شويه فيها، ترى قويه. هذا اللي في اليمين اقوى دائما من اللي في اليسار. حط رجلك يا بدر، حط رجلك. خلي السياره هذا الدرسون على طول. الله عبد الله، عبد الله طيب. هلا كيف حالك؟ ايش اسمك؟ ما اسمك، علي صوتك. سيف؟ والله ونعم. شوف السيفين هنا بعد. الله يحفيكم يا رب، ما شاء الله تبارك الله. ان شاء الله تبارك الله يا سلفرادو. احلى يا جيمي، دلع نفسك يا جيمي، دلع نفسك. الله اكبر، الله. الزمن الحلو، الزمن الطيب، ما شاء الله لا قوة الا بالله. روح يا علي يا زمن جديد انت، خلي الزمن الطيب ذا. الله اكبر، 79 ولا وشو 79. روح ما شاء الله تبارك الله.
روح. هلا والله تحية الكي فايف. ها ما شاء الله تبارك الله، اذكر الله وصلوا على النبي. روح يا لاند، روح يا لاند بسرعة، حط رجلك يا لاند ولا تمسكك فوق. ما شاء الله يا تاهو. ودي أتسون هذا مبدع والله، والله مبدع ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما أدري أنت دفع رباعي ولا دفع أمامي، بس شكلك رباعي أمامي، بس أمامي ولا خلفي ذا؟ ها؟ دفع أمامي هذا ولا رباعي؟ ما شاء الله تبارك الله. يا ولد بغيت أدعس خوينا. ما شاء الله تبارك الله يا سلفرادو. ادعس ادعس يا شلم. هذا التنظيم اللي نتكلم عليه، تبغى تسوي مسيره، تبغى تسوي اعلام، تبغى تفله، اطلع بعيد عن المدينه يا اخي، اترك البلد وسط البلد اللي تسوي، يعني بطلع علم صغير معليش، لكن المسيرات اللي تصير في وسط البلد هذه انا ما انصح فيها والله. ترى تعطلون الشوارع وتوقفون المسيره وتوقفون البشر، ما تدري من وراك في الشارع واقف عنده حاله. لكن هنا ما اعتقد فيكون شيء، ولا اعتقد انه اي جهه حيغضبها هذا الشيء اللي انت تسويه، بالعكس انت مسوي شيء في مكان مفتوح ما عندك اي مشاكل، تعبر عن فرحتك بالوطن، فرحتك باليوم الوطني. ما شاء الله تبارك الله، كل عام والوطن بخير. ارسل ابو فيصل. لا مو ابو فيصل معك. طبعا في كثير بيسالوني ليش ما تشارك انت يا ابو فيصل، بس يا جماعه الخير والله التصوير مشكله. ما شاء الله تبارك الله. موقعك انت حسن، تسمعني يا حسن؟ يا حسن تسمعني يا ابو معتز؟ يا ابو معتز اوزع لي ابو معتز، ابو معتز هلا بالابطال ما شاء الله تبارك الله. اشتريت ايش؟ عشان علاء، خلي عشان علاء حمودي في يوم هواس تضعيف، واليوم اول يوم ادخل في جيب المدينه. يا هلا والله وسهلا. شو اسمه؟ علاء محمود. محمد؟ ايه محمد. يا هلا. ما شاء الله يا تاهو، ما شاء الله تبارك الله، روح عشان تدلع نفسك. ترى من فوق يا ابو فيصل شايف؟ واو الحسن. ما ادري ايش يسوي، يخترق ال دلع نفسك يا ربع، دلع نفسك. ماهر ان شاء الله تبارك الله. طبعا احنا كنا نبغى نصعبها هنا شويه في هذه المنطقه، وكتبنا في السناب ان حنصعبها، بس خفنا يا جماعه الخير نصعبها، لو غرز هنا وما قدر يكمل حينزل على اعلام هذه، فقلنا لا معلش خليه التصعيب. اليوم احنا في احتفال اليوم الوطني للمملكه، ما ودنا احد كذا يخرب لنا الاعلام اللي تعبنا فيها. يلا زيدك يلا. ما شاء الله تبارك الله. نشكر جريدة عكاظ بتواجدها معنا، تغطية إن شاء الله، ما أعرف متى حتنزل، بس ترقبوا الجريدة. نسوي تسويق الجريدة مبيعات أكثر. دلع نفسك يا بدر، ولا عندك احد ولا تخاف من احد، خاف الله بس.
هلا يا ربع احمد. ما شاء الله تبارك الله يا ربع. طلع نفسك يا سلفراد من اليمين ومن اليسار يا ولد. ايش اللي سويته هذا؟ سيارة شغالة؟ طفى. الله ناسيها شغالة. احمد اعطيني مويه الله يرضى عليك. ما شاء الله تبارك الله يا سلطان. والله يا شاص انك كفو. ازدعز ولا عندك احد؟ ما شاء الله تبارك الله. والبراد جاكم واخروا ببانكم. كفو يا شباب. عطر مويه يا ولد. يا وائل يا وائل. طب شلون افكها؟ افتح افتح. انا شفت ضيعتني من التصوير. حقك يا حركة حقك. يلا اوكي اوكي تعال من عندي انت يا مكرم. اول خلي هاني ياخذ وضعه وبعدين انا اجيك. تمام. حركات ابو عبد الله. والله ما شاء الله تبارك الله. شوف في كيس هنا في حقاتك ذيك. يلا خذها. وبدري واحد شوفوا شوفوا طلعوا هاي. ايوه يا رجل يا رجل. هاني جاهز. روح يا ابو خالد روح. فوقي فوقي فوقي. تعال يا مكرمي تعال يا مكرمي. وايل وائل يا ابو خالد ابغى انطلاقه يكونوا عند القوس هناك فوق يكونوا جايين مع بعض. عبد الله تعال عندي من هنا. طيب يلا شغل طيارتك يلا جهزها. هلا مساك الله بالخير كيف الحال؟ طول عمرك يا رب. يلا حيا. ما شاء الله تبارك الله. خلي التاهو يطلع اللي عندك يا ماجد. بس لحظات لحظات يا رابتر رابتر خلوكم في الطيارة حتصوركم دقائق لا تتحركون. يا رجل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. روح يا مكرم حط رجلك. رام روح يا رام. بسم الله الرحمن الرحيم توكل على الله. محمد انت تطلع الاول واللواء يجي من خلفك. ان شاء الله تبارك الله. واحد جيبها فوق اللوكس. اي شايف انا جيبها علينا فوق هنا وخذ لي كاميرا داون. نداوي سيبو سيبو عندي اوائل يا ولد. عندي اوائل. روح روح روح. لف لف عليهم لف كده اباها كده. شوف خذ لي لف على الجمهور.
لف على الجمهور خذها من هنا كذا. ما شاء الله تبارك الله يا رب، ما شاء الله تبارك الله. التصوير اليوم من هذا الجانب انا اخذته، ما اخذت الجانب الخلفي على اساس انه اعلام المملكه تبان في التصوير. الفعاليه كذا اصلا شكلها حلوه كذا، جاي التقاطع كذا، لو جبتها من فوق ما اعتقد تكون جميله شوي. رابترات ورامات ولا رابتر ورابتر يا شباب؟ ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. الشعب العربي السعودي، اهلا وسهلا والله، والله منورين والله. من اللي بقى معك؟ منسك مكانك مين؟ ان شاء الله تبارك الله يا ربع. يلا يا رامات ورا بعض، لا يدخل بينكم احد الله يرضى عليك. قرب منه يا لواء، لواء قرب. ما شاء الله تبارك الله يا فتك. يلا بسم الله الرحمن الرحيم يا رابتر، توكل على الله. سريعه يا رام، جاهز رام؟ دق انطلق يا رام، روح يا رام. ان شاء الله تبارك الله، اطلع سريع يا ولد. ما شاء الله تبارك الله، يعطيكم العافيه. رام ما ضبطوها يا رام، مره ضعيف. الرابترات احسن منكم. ما هم الطريق يا ابو فيصل. لا لا، حط رجلك انت، طالع بشويش، انا شايفك انت الاول، واللي وراك اضطرني اهدي عاده. يلا فدا عليه، ما عليه ابو فيصل، اذا الطريق صعب على الرامات احنا ناخذ يمين. الله دي قويه والله. والله فلقت الجبهه وكسرتها انت يا ولد. مرحبا يا شرف، حياك الله، نورنا والله، نور يا شرف. اسمه فيصل، اخونا فيصل من جريدة عكاظ، يا هلا والله وسهلا فيك. ما شاء الله تبارك الله، اذكروا الله وصلوا على النبي. هذا اللي احنا يعني نسعى خلفه. اطلع طعس، انبسط، مرتبه، يعني نبغى الامور هذا اللي زي اللي قاطع هذا هذا يعني. اطلع سوي اللي تبغاه، ابدع، بس انا خذ امانك وانت طالع. طيب ما شاء الله تبارك الله، يعني هنا تجارب اغلب ما هي موجوده سيارات السوق مش معدله، ما تكون بعزم مختلف. توجد معانا سيارات معدله زي اللي طلع هذا، توجد سيارات اقوى من كذا برضو، بس في نظام انه لما يطلع يكون احد منتبه له، يعني يعطيه اشاره تطلع انه سيفتي، الخط امان، روح توكل على الله. انا ابغاك انطلاقتك انت تشوف الرامات اول ما تعدي. انا لما اقول لك روح حط رجلك كده علي. بسم الله الرحمن الرحيم، رام انطلق، انطلق الثاني، بدأ حط رجلك، روح يا رابتر، روح يا رابتر. ما شاء الله تبارك الله، اللهم صل، حط رجلك يا هاني، حط رجلك. الله اكبر، ما شاء الله تبارك الله، اذكروا الله وصلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هلا والله بالشباب الابطال اللي بكره يمسكون مكان ابو فيصل، هلا وسهلا، حياك الله، منور. ارجع يا شرف، ما يمديك تكمل والله، وقفت على راس السيف. دقيقه، روح روح روح، كفو. ايوه هذا سوى لنا حركه ثانيه، هذا سوى حركه الثمانيه وشرطك يا هاني بالطريق الصعب. ان شاء الله تبارك الله يا ابو حمزه. ما قدرت انا بصراحه اشارك، والله بجد ما قدرت بصراحه اني اتحرك السياره، انا ما اخذ بوزيشن فوقها، مرتفع. لا غلط، بس اللي طلع من عندي هذا ما قدرت بصراحه اسمع. معليش ابو فيصل، قد يكون طلعت في المسيره او شيء زي كذا، بس ما قدرت والله بصراحه اشارك معاهم. المكان كان جميل جدا، الجمهور اجمل، الحضور رهيب، وما شاء الله يا برادو جبناك، ما شاء الله تبارك الله. الحضور تحية لكم جميعا،
كلكم متابعين، انا متاكد 100% انكم كلكم من هنا لهنا كلكم متابعين القناه. يا جماعه انا انتظر منكم اي شيء يخص القناه، تعديل شيء زي كذا، حابين شيء معي. انت عازي يا ولد حبتين، اي شيء تشوفونه يعني يحتاج تغيير، ما عجبكم في شيء انتقاد، انا والله جاهز، ما عندي اي مانع. شويه شويه جتنا افكار كثيره نطبقها باذن الله، شويه شويه باذن الله نحاول قدر المستطاع ان نسوي شيء. نحلم تكون هذه الرياضه رسميه، شايف؟ والحلم قد يتحقق يوم. ما شاء الله تبارك الله يا اف جي، ما شاء الله تبارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، كله جاهز يا شباب، توكل على الله يا محمد، روح يا رام. ما شاء الله تبارك الله، اذكروا الله وصلوا على النبي. عيدوها ثاني. عيدوا ثاني يا شباب، عيد يا محمد. محمد انا قدامك يا محمد. ها؟ من ذا الجنب؟ هم ملصقين نفسهم بس اضيعوا هذا. يا شباب والله كنتم صح. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله الان طلع ثاني لل الوحوش الامريكية. توكل على الله يا ابو عبد الله، روح يا رام يلا. ما شاء الله لا قوة الا بالله، اذكروا الله وصلوا على النبي. يلا خذوا الطلعة الثانية بسرعة، الطلعة الثانية. طلعة هادية يا شباب، حنطلع مع الطلعة هادية. ما شاء الله تبارك الله، حمستانا بس جاهز. باتر، يلا ابو حمزة سريع، ورا بعض ابو حمزة. شوية. ما شاء الله تبارك الله يا باتر، لا ما شاء الله يا فتك. ما شاء الله يا فتك. أحلى من كذا. الله صل على النبي، اذكروا الله وصلوا على النبي، ما شاء الله تبارك الله، قائد الفتك أبو ريم، أخونا أبو ريم ما شاء الله تبارك الله. توكل على الله، جمع لك في جي وتعال. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلوا يا وحوش يا أمريكي، روحوا. يلا خلاص آخر لقطة هذه، بعد كذا الصلاة نختمها. شباب اجهزوا. هدي فوق. خذ يمين سريع، يمين كله يمين. ما شاء الله تبارك الله. ما قصرتوا، لا بتصور، ما قصرتوا يا وحوش، ما شاء الله تبارك الله، ذكر الله طيب. بكذا انتهت فعاليتنا. الله أكبر. مع أذان الحق، صوت الحق. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. إن شاء الله تبارك الله عليك يا أخوي حمزة. أشهد أن محمدا رسول الله. ليش السجادة هذه هنا؟ شيل هذيك. كذا ما شاء الله تبارك الله الشباب. Yeah.
طلع الرمل. حق لا إله إلا الله وحده لا شريك له. بكذا نستودعكم الله مع هذه الفعالية إلى أن نرى إن شاء الله يوم الجمعة القادم وش اللي حنقدمه بإذن الله. قد نعلن في المقطع الأخير نقول على الحالة اللي نسويها بإذن الله. عموما الجميع كله عارف إن هذه منطقتنا اللي إحنا نسوي فيها الفعاليات، ما تضيع. لو ما بلغناك وشو أنت حتشوف يعني إيش اللي موجود وإيش اللي إحنا سوينا. في النهاية أقول لكم كل عام وأنتم بخير. يوم وطني جميل، عدى على المجموعة كلها بخير، الناس اللي حضرت ما شاء الله تبارك الله، الجهات الإعلامية اللي شاركتنا. ما أقدر أعبر إيش أقول، لأنه نحمد الله ونشكره على هذا التنظيم اللي ساعدونا فيه الشباب، تنظيم اللي قايمين فيه الشباب هذول كلهم، ما في واحد واقف هنا يا جماعة الخير إلا له وظيفة، والله من غير ما نوزع المهام، كل واحد بنفسه هو يسوي شيء. شكرا للجميع، تحياتي لكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.